شباب؟ عامل ايه يا جميل؟ اخباركم ايه؟ بخير؟ انت من فين؟ احنا من الصعيد من الاقصر. يا سيدي احسن ناس. من الصعيد من الاقصر. احسن الرجاله. ربنا يحفظك. عايز اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. اتفضل. الماتش اللي فات ده شجعت الجزائر ولا الجزائر؟ مش محتاجه سؤال يعني. مش محتاجه سؤال؟ لا مش محتاجه سؤال. دول ابناء عمي يعني. اولا العرق، اولا انتصار العرق ان هم ابناء عمومتنا. ثانيا الطباع، دمهم حار، اخلاقهم بسم الله ما شاء الله. شعب يعني راقي بصراحة. أنا بحب الجزائر طبعاً، تاريخ عريق وشعب طيب ودود. نلتقينا بأكثر من واحد النهاردة بصراحة، غير وجهة نظري أو أداني فكرة عن شعب الجزائر. شعب طيب جداً وحبوب جداً، يعني ما فيش فرق كنا بيننا وبين المصريين وبين الجزائريين أبداً. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. النيل حلو النهاردة ولا لا؟ النيل جميل بس في حر. حر جدا. حر جدا. الماتش اللي فات شجعت الجزائر ولا نيجيريا بصراحة؟ كل مصر بتشجع الجزائر. كل مصر؟ أمال إيه؟ طب ليه شفنا الماتش اللي فات فيه شوية من المصريين كانوا في الاستاد شجعوا نيجيريا؟ معقولة؟ ما شفتهمش أنا. والله أنا كنت موجود. ما شفتهمش يعني. نيجيريا دي عرب؟ إيه؟ يا نيجيريا دي عرب؟ هو قال لك أنا حرية شخصية وأنا بشجع كورة. ده ما اظنش، بس انا ما شفتش كده. طب ليه ناس في ناس زعلوا في الجمهور الجزائري لما شافوا بعض المصريين كانوا بيشجعوا نيجيريا لما جابوا الجون بتاع ضربه الجزاء؟ عارف بيبقى في فتن صغيره موجوده حتى بيننا بين الاهلي والزمالك او اي فرقه، هتلاقي نفس الفتن دي موجود، لكن مش اثنين او ثلاثه اللي هياثروا على العلاقات. اتوقع ايه المباراه اللي جايه؟ ان شاء الله الجزائر هتكسب ان شاء الله وهتبقى البطوله ليها. هتكسب ان شاء الله، بس النتيجه كام؟ 2-0 ان شاء الله. اسالك سؤال بسيط جدا، شجعت مين المره اللي فاتت، الجزائر ولا نيجيريا؟ بامانه الجزائر. والماتش الجاي هتشجع مين؟ الجزائر برضه. طب في ناس شجعت المره اللي فاتت السنغال، مصريين؟ مصريين؟ ما اظنش. لا ليه؟ مش دي كره في الاخر ممكن واحد يشجع لو عايز؟ بس برضه لا احنا عرب يعني. عرب ولا ايه؟ بصراحه الماتش اللي فات شجعت الجزائر ولا نيجيريا؟ لا بصراحه نيجيريا. ليه؟ لا عشان انا يعني مش بحبش، انا بحب العب مثلا، انا يعني مش حكايه ان انا اشجع دوله عربيه ولا لا، انا بتفرج على كوره ما بتفرجش على دوله عربيه. بس في الشوط الثاني شجعت الجزائر. يعني بدات الشوط الاولاني نيجيريا والثاني الجزائر. تمام. انت حاسس ان ده اخترت؟ انا بتفرج قدام فريقين كوره، ماليش دعوه بمين. دعوه انا بالدوله ولا بالفريق، انا بتفرج على كوره بس. ماركات نيجيريا انقلبوا علينا، ماشي كل غير واحد لا تريبيل ولا زوج هكذا، اما الباقي الله يبارك كانوا معانا، كانوا معايا هاو مصري ديجا، كانوا مريحون في وسطنا في الشارع. في الشارع كيف تشوف المصريين تشجيعهم للجزائري؟ نقولها احسن شعب عربي هو شعب مصر، نقولها وافتخر ثاني احسن شعب مصر. احنا ما عجبناش الحال كي خسرت مصر. علاه؟ خاطر البطوله هذه بدون جمهور ماهيش بطوله. السلام عليكم. السلام عليكم. سرحان في ايه؟ ما فيش، انا واقف على النيل اكيد سرحان يعني في اي حاجه في احوال ولا قصه حب فشل. لا ما فيش اي حاجه. بس حب من طرف ثالث مثلا؟ لا ما فيش اي حاجه. مين الماتش اللي فات شجعت بصراحه، جزائر ولا نيجيريا؟ لا الجزائر طبعا، الجزائر اصلا اسلوبها وطريقه لعبها تفرض اي حد ان هو يشجعها. يعني بغض النظر عن هي فريق عربي، كونك عربي كونك اجنبي كونك اسيوي، المهم يعني اسلوبها وطريقه لعبها تفرض ان اي حد يشجعها يعني غصب عن اي حد يعني بجد يعني. طب لو كانت نيجيريا بتلعب احسن؟ لا انا كعربي كنت اشجع الجزائر. لا انا كعربي اشجع الجزائر طبعا واتمنى لها كل خير. طب ازاي شايف موقف الناس اللي هي في بعض الناس في الاستاد شجعوا نيجيريا وقالوا انا حر اشجع لنا؟ والله يا اراء طبعا، يعني انت 100 مليون واحد هنا اكيد مش كل ال 100 مليون واحد ده دول ورا الجزائريين كلهم، اكيد في اختلافات طبعا وتوجهات معينه يعني اكيد. ماشي شكرا. عايزك تكمل سرحان وانساها، ما تفكرش فيها تاني. ان شاء الله انساها. ان شاء الله افكر في الجزائر بقى. ان شاء الله اعمل ماتش كويس من جوه ان شاء الله. الماتش الاخير كان بين الجزائر ونيجيريا، خلص كام؟ 2-1. 2-1 لمين؟ الجزائر. مين اللي احرز الهدف؟ في الاستاد اصلا. انا كنت في الاستاد. شجعت الجزائر ولا نيجيريا بصراحه؟ الجزائر اكيد يعني. الجزائر اكيد. انت كنت هناك شفت المصريين بيشجعوا نيجيريا صح؟ في ليه ايه رايك في الناس دي؟ مش كتره، قله. بس هي حريه شخصيه يعني، كل واحد براحته. هو منتخب بلده طلع فهو بيشجع بلده. انا نفسي بشجع منتخب عربي. الماتش الجاي السنغال والجزائر. تحب السنغال؟ لا بشجع الجزائر برضه. شكرا. انت من يوم ما جيت من الجزائر جيت من هنا امتى؟ أنا جيت من مباراة كوديفوار. كوديفوار. إزاي شفت استقبال المصريين ليك ولا تشجيعهم للجزائر؟ كانوا يشجعون؟ والله المصريين إخواتنا، إحنا تفاجئنا بالاستقبال اللي قاموا بينا المصريين، طلعوا فينا بزاف خويا العزيز.
دول اخواتنا. وين راك رايك في بعض المصريين هما في الماتش النيجيري؟ هذيك حريه شخصيه، باغي يشجع اذا بده يشجع الجزائر، اذا بده يشجع نيجيريا، هذيك حريه شخصيه. بصح عامه الشعب المصري مرحب بينا وطلعوا فينا وقاموا بينا اخويا العزيز اخوه. الناس زعلت من الجزائر كثير وقال لك ازاي انتم شجعوا لا يا اخوي، احنا قبل ما نيجي الى مصر كنا واخذين نظره واحده اخرى على المصريين انهم وحشين ما بيحبوا الجزائريين، لكن لما جينا هنا لقينا العكس خويا العزيز. كما قال حبيبنا هذا ما نعرفوش، بصح كنا غلطين، انا واحد من الناس كنت نديكوتيكم. بصح كما جيت هنا لقيت عقليه واحده اخرى. ما يفهمكش. انا كنت بكرهكم، بس لما جيت هنا اتغيرت. ايوه كده. بداناها بالمصري وبنختمها بالمصري، وزي ما شفتوا اراء بعض الشباب المصري.